تحية طيبة لكم جميعا. في قراءة للمشهد السياسي في الجزائر مشاهدينا، لوحظ لجوء السلطات ما بعد 12 ديسمبر لخطوات أخرى كانت مألوفة في عهد المخلوع عدلاس بوتفليقة، تذكر الجزائريين بفترة التسعينات الأليمة أو ما اصطلح عليه شماعة الإرهاب، مثلها مثل مش جبل خارج لإيصال رسالة مفادها أن العدو يتربص بنا ولا يمكن التسليم بأننا ربحنا معركة ضد الإرهاب، كما كان يروج سابقا، أو أن الجزائر أصبحت مضربا للأمثال في مكافحة الإرهاب واستعداده لتصدير تجربتها لدول أخرى تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة. مناسبة الحديث عن هذا مشاهدينا منظر رئيس قيادة الأركان الفريق سعيد شنقريحة في جبال مسلمون نواحي تيبازا، متحدثا عن الأخطار المحدقة بالجزائر والإرهاب الأعمى الذي عانت منه البلاد طيلة عشرية دموية بئيسة خلفت ربع مليون قتيل وآلاف النازحين والجرحى والمختطفين، وهي الفترة التي ما تزال تداعياتها مؤثرة إلى يومنا هذا بحكم غياب لغة المصارحة والشفافية عما جرى بعد انقلاب عسكري طال الإرادة الشعبية عام 92 كما لا يخفى عليكم. ما مغزى العودة للحديث عن الإرهاب وأخطاره اليوم مشاهدينا؟ هل هو خروج عن النص؟ ألم يقل يحيى المسجون حاليا ربحنا معركتنا ضد الإرهاب ونحن فقط منشغلون ببقاياه؟ هل اختلط سلم الأولويات على سلطات اليوم؟ فمن التصريح بأن الجزائر مستهدفة ثم واجب تقوية الجبهة الاجتماعية إلى إثارة قضية الإرهاب والأمن مجددا والحدود ملتهبة، هل هذا إلهاء وإشغال للمواطن بملفات ليست ذات حضور لافت في واقعه المعيشي؟ أليس إطلاق سراح جنرالات مشبوهين أو متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمساس بأركان الدولة ومحاولة الحط من سمعة الجيش منظرا مستفزا للضحايا وللقضاء النزيه والمستقل في الوقت الذي يزج فيه بشباب الحراك في السجون، وحتى قدامى ومعطوب الجيش متذمرون جدا من استخدامهم في الحرب على الإرهاب في التسعينات ثم التخلي عن حقوقهم الاجتماعية والنقابية، ولعل وقفتهم الاحتجاجية في مدن عدة نموذج للتنكر لما قام به هؤلاء. نتابع أولا هذا التقرير ثم نشرح في النقاش. تحية لكم مجددا مشاهدينا الكرام، تحية لضيوفنا الذين سيرافقوننا في إثراء محاور النقاش حول محور الإرهاب والعودة له من جديد، لسنا ندري لماذا، سيفيدنا أكيد ضيوفنا حول هذه المسألة. معنا في الأستوديو الأستاذ عبد الله أنس المحلل السياسي. أستاذ عبد الله، من شماعة الخارج والأيدي الأجنبية الاستخباراتية إلى شماعة الإرهاب من جديد هكذا اصطلح عليها، ترى ماذا تريد السلطات ما بعد 12 ديسمبر في طرح هذا المصطلح من جديد، الذهاب نحو مكافحة الإرهاب من جديد، إحياء الحديث من جديد عن الإرهاب، رغم أنه في آخر عهد بوتفليقة قالوا خلاص انتهى الإرهاب في الجزائر والحمد لله نحن قضينا عليه، الذين نحن منشغلون به وبقايا الإرهاب، هكذا كان يقول أحمد يحيى المسجون حاليا. أنا فعلا أشكركم على تسليط الضوء على هذا النقطة، وهي نقطة يعني على أهمية كبرى، لأنها مرتبطة بالذاكرة الجمعوية والمأساة الوطنية
والتضحيات التي مر بها الوطن يعني مرتبطة بقوة خاصة في الـ 28 30 سنة الماضية، وبالتالي يعني مشكورون على أنكم تعيدوا النقاش في هذا حول هذا الملف الخطير. ويعني ربما الحديث عنه يتم من منطلقين، يعني المنطلق الملف بنفسه بحد ذاته وبخطورته، ملف الإرهاب، يعني سواء يعني إذا أخذته بما يراد له أن يكون ملتصقا بالإسلام وبالدين وما إلى ذلك، وما يجلبه ذلك من ربما يعني تنطع وغلو وتكفير وتفجير وما إلى ذلك، فالملف بحد ذاته خطير مفخخ. والخطورة التي تكمن أيضا وأهمية النقاش أيضا تكمن في الكيفية التي يستعمل بها هذا الملف، يعني كلا الأمرين يشكلان خطر على السلم الاجتماعي. وليس من العجب ومن الغرابة أنك ترى كل الأنظمة العربية كلها معلقة فشلها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، كلها معلقات على هذه الشماعة، شماعة الإرهاب. وإذا لاحظت يعني تتبعت الخط البياني، إذا أردنا بشيء من التركيز على شأننا في الجزائر، الخط البياني لو ربما لا يتسع وقتك وقت البرنامج للتفصيل في هذا، ولكن يعني أنا أنتهز هذه الفرصة و يعني أذكر المشاهدين لمن عنده وقت أو عنده قدرة على البحث، فقط يكفي لتعلم الدناءة أو الاستعمال السيء الذي تعرض له هذا الملف في الجزائر، أنك ترى الخط البياني، تجد لغة النظام في إعادة إحياء هذا الملف، الملف الإرهاب أو دفنه، تجدها دائما مرتبطة إذا كانت السلطة مستقرة والأمور على أحسن ما يرام، الشعب راكح خلاص مستقل من الحياة السياسية، هنا تستعمل لهجة، لعلك ترجع إلى الأدبيات أو أي واحد من مشاهدينا الكرام يرجع إلى الأدبيات اللي يستعملها النظام، سواء اللي كان يستعملها يحيى ولا سلال ولا الإعلام العمومي اللي تابع للنظام وكذا، مصطلح الجزائر تعافت من الإرهاب، الجزائر تخلصت من الإرهاب، ما هي إلا بل تصدر تجربتها للخارج، تصدر تجربتها للخارج، الجزائر تعافت من الإرهاب الأعمى وكذا. إذا كانت السلطة مستقرة ترصد مجموعة من التعبيرات ومن الكلمات من الأدبيات مستعملة في هذا السياق، لأنه إذا كانت ولعلك وخاصة عندما يكون النظام مقبل على استحقاق انتخابي، سواء رئاسي ولا محليات ولا تشريعيات ولا استفتاء على الدستور ولا إذا أمام أي استقبال منه يعاود يرجع للقاعدة وداعش والإرهاب والشعب الجزائري وكلك تذكر يعني المصطلحات كما كان يقول يطرحوا للانتخابات في العهدة الرابعة وفي العهدة وقبيل العهدة الخامسة، كل الناس معنا هذا الكلام من أويحيا، كل الناس معنا هذا الكلام من سلال، أنت على الكلاشينكوف يعني واستعملها، يعني سلال استعمل الكلاشينكوف، هذاك أنت على رئيس النقابة إذا تذكروا وش اسمه سيد مسعيد هذا قال لك المحشوشة راح ترجع، ويحيى استعمل مصطلح المحشوشة وتروحوا للانتخابات، ولا حابين ترجعوا تدخلوا لدياركم على الخمسة والرؤوس طائرة في الشوارع كما كنتم من قبل. فالخط البياني يعطيك دلالة قاطعة أن النظام يستعمل هذا الفزاعة، هو الآن يستعملها لأنه يعيش أزمة على مستوى السلطة، وكلما السلطة كانت عايشة أزمة على مستوى داخلها، إذا كان الأمر مستقر مثل ما قلت لك يبدأون باستعمال الأدبيات كله على خير والحمد لله وقضينا على الإرهاب وهي الفلول وقد انتهت والجزائر الآن يعني قبلة آمنة وكذا. إذا دخلت النخبة أو العصبة أو العلبة السوداء أو أصحاب القرار في عدم استقرار أو مستحقين استحقاق معين، عاودوا يرجعوا للأدبيات التخويف والترعيب. الآن الحراك، ولكن قبل أن نأتي للحراك، هم لم يتكلموا بهذه الحدة، يعني حتى نكون يعني صادقين، لم يتكلموا بهذه الحدة أنه ترجعوا التسعينات والرؤوس طائرة، لا لم يقولوا ذلك، وإنما مسألة الوقت، لماذا بالضبط صعد الرجل إلى الجبل؟ من زمان شفناش واحد بدرجة عليا في الجيش يروح للجبل جنبا إلى جنب مع أفراد الجيش ويهنئهم على ربحهم للمعركة، هل هذا هو وقتها الآن؟
خاصة أنهم قالوا خلاص انتهت معركة الإرهاب، فلماذا عادوا لهذا الوقت أخي بالذات؟ سؤال وجيه. فهمك أخي عثمان، يعني هو أصلا أنت عندك عندما تربط، لأن إحنا ما رش نتكلم من فراغ، والمشاهد اللي راه يشاهد فينا ولربما مر بتجارب يعني أكثر مرارة منا، يعني لأنه يعني المواطن الجزائري عاش هذه، عاشها بدمه وبدموعه وبألامه. فبالتالي احنا عملنا هذه التوطئة بهذه المصطلحات الخاصة لمن يريد أن يتابع الخط البياني، وما منظنش يعني يحتاج إلى عناء كبير في البحث، يعني ممكن البحث تاع ساعتين ثلاثة، عمل فقط يعني رصد لمدة 15 أو 20 سنة الماضية، سواء كان أكاديمي ولا باحث ولا إعلامي ولا إمام ولا ناشط سياسي ولا واتفر، راح تجد تعمل حصر لأعداد الذين تم القضاء عليهم، سواء الذين تم القضاء عليهم وتم الإعلان عن ذلك في التلفزة الوطنية الرسمية أو الإعلام التابع المرئي والمسموع التابع للنظام أو المحصلات تاع الجرائد، يعني سواء الشروق والخبر وكذا، راح تجد في 25 سنة الماضية الآلاف المؤلفة من الذين تم القضاء عليهم، في حين هذا الرقم مش موجود نهائيا. هذه لأن الشعب الجزائري عاشها، صح إسقاطها الآن على هذه الزيارة، ربما نتمنى إن شاء الله ما نوصلوش إلى استعمال هذه المصطلحات الصارخة، لكن الحالة تشابه تماما الحالات الماضية. أولا النظام يعيش أزمة داخلية، وكنت تشوف يعني الريحة تزكم الأنوف انتع قضية هذا العدالة اللي تحولت إلى تصفية حسابات، واحد بالأمس يعني مرتكب الخيانة العظمى واليوم بريء، والله أعلم ماذا يعد للغد، واللي كان أمس يرى نفسه هو محارب للعصابة أصبح الآن هو نفسه كما حصل مع القايد يعني مطالب يعني خاصة أولاده للعدالة بسبب الاتهام بالفساد وكذا. معناه كل المؤشرات توحي، ثم عندما يأتيك مباشرة هذا الخرجة الغير مترقبة يروح لك الجبال والقضاء على الإرهاب وكذا. طيب يا أخي القاعدة على إجرامها، وطبعا لا أحد يزايد علينا أخي عثمان لعلك من المتابعين في هذا الشأن، يعني هذا الإرهاب هذا يعني احنا حاربناه سواء كان لأيام الجية ولا من أيام داعش وأيام القاعدة وكلنا يعني، لكن نفرق بين حماية الأمة من التطرف، من الغلو، من التكفير، من التفجير، من الانخراط في الإرهاب، وهذا مطلب ديني ومطلب اجتماعي، وكل الكل مسؤول أمام هذا الطبقة السياسية، لأن التنطع والغلو والتكفير لا يخدم لا ولا وطن ولا دين. ولكن مختلف يعني محاربة الحراك، محاربة الشعب الجزائري لهذه الظاهرة مختلف عنها في أدبيات قيادة الأركان. قيادة الأركان أو النظام الجزائري يريدها لحرمان الشعب الجزائري من الانطلاقة الحقيقية، الانطلاقة السليمة في بناء المجتمع، ويريدها قيادة الأركان فقط هو شعار، شماعة للتخويف للمرور من هذه المرحلة إلى تلك. وبالتالي يعني أشكركم، فعلا الملف ليس بالسهل، والحمد لله الحراك يعني مستوعب لهذا المزلق، لأنه في بداية الحراك إذا تذكر بدأوا يلعبون على هذه الوتيرة، ولكن الحراك فوت الفرصة عليهم. نعم، نرحب بمشاهدينا بانضمام دكتور عبد العالي الرزاقي الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي معنا من الجزائر عبر الهاتف. دكتور عبد العالي، ما هي قراءتك لهذه الخرجة؟ خرجة رئيس قيادة الأركان وهو في الجبل يتحدث مع الجنود يهنئهم بالنصر في هذه المعركة التي قالوا بأنها جرت ضد إرهابيين، ما هي الأبعاد والدلالات خاصة في هذا الوقت، في حين أنهم قالوا للجزائريين منذ زمن بأنه خلاص معركتنا مع الإرهاب انتهت وربحنا منها، وإن كان هناك رتوشات أو عناصر فهؤلاء بقايا الإرهاب، كذا مثل ما كان يقول أحمد أويحي؟ أعتقد أن هذا الخطاب له هدفين، هدف خارجي وهو نوع من إعطاء الانطباع بأن هناك إرهابا في الجزائر وأن السلطة تحارب هذا الإرهاب، وبالتالي عندما تمارس العنف يصبح العنف ضمن محاربة الإرهاب. إذن هذا التوقع الأول. التوقع الثاني فيما الداخل، هم مقبلون في هذه السنة الانتخابات ويدركون بأنه عندما الدستور يحصل على 23% بمعنى لا معنى، معنى عندما يكون عندنا رئيس غير شرعي ثم دستور غير شرعي
ويوقع عليه في نفس اليوم الذي يأتي يوم وصل 29-30 كان خرج في الجريدة الرسمية وكأن المطبعة هذه فوتوكوبي. أعتقد أنه الجريدة الرسمية تحتاج على الأقل لمدة أسبوع ما تصدر، نقطة الأولى. نقطة ثانية فيما يتعلق بإعطاء الانطباع الموجود في الشارع، هناك عودة للإرهاب من طرف المؤسسة الحاكمة. بمعنى آخر، عندما يعود يظهر السيد توفيق وخالد نزار يعود في طائرة رئاسية ولا يذكر اسمه في المحكمة التي حكمت عليه 20 سنة حبس نافذة مع أمر دولي، لا يذكر اسمه نهائيا في المحكمة العسكرية. ماذا يعني؟ يعني إهانة للدولة، خاصة وأن الطائرة المصورة هي طائرة رئاسية، فهناك نوع من الإهانة. إذن أنا أتوقع أن يكون هناك رد فعل. إذن ما هي الرسالة دكتور عبد العالي؟ ما هي الرسالة من هذا المنظر؟ هل هو إخافة الجزائريين؟ إشغالهم بشماعة الإرهاب من جديد؟ بعيدا عما قالوه منذ أسابيع، لابد من تقوية الجبهة الاجتماعية، إذا بهم يتحولون من الجبهة الاجتماعية إلى الإرهاب من جديد. أعتقد أن الرسالة بالنسبة للداخل لن تمر نهائيا. لماذا؟ لأن الجزائريين أدركوا بعد صناعة الكذب الآن يصنعون الإرهاب. أدركوا جيدا بأنه لا معنى للحديث هذا، ولكن على المستوى الخارجي ربما يستقطبون بعض وسائل الإعلام للحديث عن الجزائر، عن الإرهاب، وينسون بأن هناك شعب يتحرك في الشارع يطالب بتغيير النظام. وهذا الشعب منذ 22 فبراير 2019 حتى الآن وهو في الشارع موجود. صحيح أن الكورونا نقصت من عدد الذين ينزلون الشارع، ولكن في جميع الحالات هناك غضب في الشارع الجزائري، الخوف أن ينفجر. إذا انفجر صعب جدا أن يستولى عليه، أن يسيطر عليه السلطة. لماذا يصعب ذلك؟ لأن السلطة فقدت احترام المواطنين. إذا عندما يفقد المواطن يصبح يكره هذه السلطة، يصبح يحقد عليها، كيف يمكن تعامل؟ وأعتقد أنه كذلك في فرنسا في نفس الوقت راهي بدأت تفتح في ملفات متعلقة بتهريب المال العام، حتى تقول بأنه الإرهابيين الموجودين في الجزائر الآن راهم يتحركون بتهريب المال الخارج. الشيء المثير للدهشة أن يظهر هذا الخطاب في منطقة أدرك جيدا أن عدد، واسمح لي في هذا التعبير، عدد الجيش الموجود والشرطة أكثر من عدد السكان. أدرك جيدا هذا الكلام، تحمل مسؤوليته. وبالتالي في تباغة تقول لي إرهاب، نقول لي في مكان أخر، في أماكن مثل لا داعي لمناطق معينة ذكرها، ولكن في مناطق كثيرة يمكن نقول هذا الحديث. ثم كيف يمكن، من أين يأتي السلاح؟ هل يأتي من الخارج كل الحدود مغلقة، أم أنه يأتي من الساكنات، وكيف يخرج من الساكنات؟ إذا فعلا ما حدث هو إرهاب وليس بقايا ممن هم موجودين لم يسلموا أسلحتهم لسبب أو لسبب آخر. طيب لماذا لا نقول بأنه حتى السلطات اليوم فعلا أنها منشغلة، سواء كانت صادقة أم كاذبة، منشغلة فعلا بالإرهاب الذي لا يموت. هنالك خلايا نائمة، هذا المصطلح أنت تعرفه أكيد، الخلايا النائمة في الإرهاب خاصة في مالي. أليست الحكومة الفرنسية هي من دفعت أموالا طائلة في صورة فدية لإرهابيين من أجل تحرير رعايا فرنسيين في مالي، وهؤلاء لديهم صلة بالإرهابيين في الجزائر هكذا يقولون. هذا كلام ظهر عندما تم تحرير رهينة روسية التي أصبحت مسلمة وتنكر لها ماكرون. هذا الحديث وقع في البداية وظهر واحد وكيف انتقل إلى جيش وكذا، هذا كلام نوع من تسخيف الرأي العام. أيعقل أن حدود مغلقة فيها جيش وفيها كذا يدخل؟ من أين يدخل هذا الإرهابي؟ ثم الأموال هذه اللي تأتي 80,000 أورو، من عرف 0.5 مليون أورو، هذا كلام نوع من تغليط الرأي العام. أي إرهاب إذا أردت أن تحاربه هو ثقة الشعب فيك، وما دام الثقة غير مفقودة أعتقد أنه أي مكان فيه غضب يمكن أن يصبح حاضنة لأي تمرد ضد السلطة. نعم، خليك مع دكتور عبد العزيز سعود ليك. سيد عبد الله، ألم يقولوا إن الجزائر مستهدفة؟ ألم يقولوا إن الحدود ملتهبة، خاصة بالنسبة للملف الليبي؟ الفرقاء الليبيون لحد الساعة لم يصلوا إلى حل
كاف أو شاف لهذا الخروج من هذه الأزمة. الأمر نفسه بالنسبة لمالي، الأمر نفسه بالنسبة لدول الساحل في بوركينا فاسو وغيره، عملية تهريب، جرائم، حتى الهجرة غير الشرعية بالنسبة لها. الجزائر الآن صارت معبرا لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. هل يمكن نذهب مع هذا الطرح، طرح السلطات، أنه لابد أن نحتاط، يجب أن لا تكون الجزائر معبرا جسرا لمرور هؤلاء، ثم بعد ذلك تتحول هذه العمليات إلى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الجزائريين؟ وهذا الشيء اللي غير مفهوم، يعني التخبط عند السلطة يعني عجيب، يعني تخبط غير مسبوق. يعني أصلا أدبيات واستراتيجية الترويج لفكرة الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية، أنا أذكر يعني قبل أسبوع كانت تقريبا هذه الأولوية على مستوى أدبيات السلطة في الجزائر، ونحن مستهدفون لكن اللي تشوف دون تحديد من من، ولكن اللي تشوف من أي أولا لم يقولوا من أولا من من أيوة، وثانيا الجاهزية لهذه المخاطر. يعني الجاهزية لهذه المخاطر الذي تراه في الواقع كلها تمهد لهذه المخاطر. يعني بمعنى احنا قلنا لك من لتعميم الفائدة أن نكرر، لا بأس، لو فيه مخاطر على المجتمع أليس الأولى أن تكون هذا المجتمع ممثل في نظام شرعي؟ يعني النظام الشرعي اللي يكون قادر على مواجهة الأخطار هو النظام اللي عنده حاضنة شعبية، نظام نوابه منتخبون، مؤسساته مؤسسات شرعية قائمة على الشفافية. هذه هي الأهبة أو الاستعداد الحقيقي لهذه المخاطر اللي كنت تتكلموا عليها. الغريب في الأمر أنكم تتكلموا عن المخاطر وماشيين بدستور مقاطعة تقريبا 80% من الشعب الجزائري. إذن معناها أنت لا تعني، أنت لا تخاف على الجبهة الداخلية، لأن الجبهة أول حصن في الجبهة الداخلية بعد الله هو الشعب. أنت رايح تواجه هذه المخاطر ببرلمان مزور. المهم تكلمنا في هذه الثغرات. الآن أنت بدل ما تزيد مزيد من الاستقرار، الآن رحت تثير شماعة أو تثير يعني خطورة الإرهاب. هل أنت بهذه الرسائل وانتقال قائد الأركان إلى هذه الجبهات وحتى الجنود، يعني بهذه يعني شيء مستغرب، والناس كثير علقوا على هذه الصورة، أكبر ميزانية في الجزائر هي للجيش. شفنا الحالة البؤس الذي كان عليه الجنود، يعني الملابس الرثة والحالة المتدهورة وما إلى ذلك. يعني هذه الصورة، هل هذه الصورة وهذه العناوين وإثارة هذه المن تعطي قوة للمجتمع ولا تزيده تشويش قلقا، ولا تزيده قلقا، ولا تزيده رعب؟ فلذلك يقولون الشيء ونقيضه في آن واحد. وبالتالي هذا دليل على أن هذه السلطة تتخبط وما راهيش عارفة وش تدير، وبقائها على هذه الحالة كل ما زادت انهار، كل ما زادت الخطورة والقلاقل على الجزائر. وبالتالي يعني التناقضات في تناقضات في تناقضات، والله أعلم إلى أين ستصل بهم هذه التناقضات. طيب دكتور عبد العالي، أعود لك من جديد، هل اختلط سلم الأولويات على سلطات ما بعد 12 ديسمبر لما يجتمع هذا المجلس المسمى مجلس الأعلى للأمن وصلاحيته ومهامه لا تخفى عليك دستوريين، أن هذا المجلس يعنى بالأمور الأمنية، بالحدود، بالأمن، بالاستقرار للبلد، إذا بهذا المجلس يتحول إلى تقييم أداء الحكومة وتقريع وانتقاد الولاة على أدائهم، على تقصيرهم خاصة في مناطق الظل، ما هذا الخلط؟ هكذا تساءل كثيرون. اسمح لي بأن أقول لك، هم ينهبون الآن مال باسم مناطق الظل، 880 مليار سنتيم وضع لهذه المناطق. هذه المناطق أعتقد أن أبو تريكة تحدث عليها وكان له مشروع فيها. إذن ما الجديد؟ النقطة الأخرى، محاربة الإرهاب لا تعني ذهاب الجيش إلى الجبال، هذا كلام فارغ. محاربة الإرهاب عن طريق الأمن، الأمن العسكري والأمن المدني. مع الأسف الأمن العسكري والأمن تحول إلى متابعة الأحرار، وبالتالي أي إرهاب الآن أصبح الأحرار هم الإرهابيين، هم الذين يقضوا 3 سنوات 5 سنوات، وهم الذين يتهمون ويكتب حرف. وأنا لولا أنني أتحدث لو كتبت نفس الكلام يأخذون للسجن.
وبالتالي لا توجد حرية تعبير، لا توجد شيء اسمه ديمقراطية في الجزائر، لا يوجد احترام للمواطن. ولهذا أعطيك مثال بدون حرج، أنا التليفون بين الإنترنت، لم يتصل بك التليفون كان يمكن يتصل بك بطريقة أخرى، ولكن الإنترنت هذه بجانبي حوالي أقل من 2 كيلومتر أذهب، ولكن الإنترنت مدعوش. علاش؟ لا أدري. بالعكس أحيانا التليفون هذا قبل يوم تحدث مع قناة من القنوات فوجئت بانقطاعه. طيب أنتم تسجلون كلام وأنا أتحدث بصراحة عن في أي قناة، لماذا تقطعون الهواتف؟ لماذا تسيئون إلى أنفسكم؟ وظيفة الأمن هو حماية المواطن وليس التجسس على المواطن. وظيفة الأمن هو كيف إقناع المواطن أن ينضم إلى السلطة وأن يدافع عليه. اسمح لي في الجزائر نعطيك مثال حتى تعرف ماذا يحدث. لو أن رأيت سارقا أو ألقيت القبض على السارق وتأخذه للدرك أو للشرطة، سيكون التحقيق معك وليس مع السارق. والدك وباباك وجدك، وأنا أخذت بعضهم ألقيت القبض على واحد منهم وديت وجدت مشكلة. إذا أصبح المواطن ما يستطيعش يعطي كلمة صدق، ما يستطيعش يرى سارق ويسكت، لأنه يمكن أن يحظى بنوع من الضغوط ونوع من الإهانة. إذا نحن في حاجة إلى سلطة تحترم نفسها على الأقل، لا نطلب أكثر، تحترم. بمعنى أنه الرئيس يرجع من ألمانيا يلتقي بشنقريحة، هاي مؤهل هذا خدام عن شنقريحة ويقول أنه تقبل، ثم أنه عندما يقدم يتصور، طيب على الأقل جامع المتفقة يقوم بالتوقيع على دستور مع من؟ مع مجموعة من العصابة السابقة، اسمح لي بالتعبير هذا. إذا نحن في حاجة إلى أن يكون الرأي أن تكون السلطة واضحة في مواقفها. نعم. نحن لا لسنا ضد وطنية، ولا يوجد مواطن واحد في الخارج أو في الداخل ضد وطنية. هو ينتقد يبدي رأيه، ولكن هذا الوطن الذي يتحكم فيه يصبح فيه الجنرال توفيق هو الذي يحكم في البلاد، يصبح خالد نصار بطائرة خاصة ولا عداء بطائرة رئيسية ولا عدالة. كيف يمكن أن أثق في عدالة؟ في أعتقد أنه من الصعب أن يثق مواطن في العدالة. الآن فقدنا العدالة، وش معناها؟ هي كرامة الدولة. الآن عندما يرى هذه الأشياء ماذا يتحدث عنها؟ فيوصفنا بأننا في مجتمع متقلب جدا، ولا أتحدث عن الكذب الموجود يوميا عبر نعم دكتور عبد العزيز، يتحدثون ويبدون بعض يقدمون معلومات ثم يناقضونها في اليوم الثاني. نعم خليك مع دكتور علي سأعود إليك. أستاذ عبد الله، هل فعلا الجزائر انتصرت على الإرهاب أم أنه هذا المصطلح فضفاض نوعا ما، يعني قابل للنقاش؟ لا يمكن أن تقول أنه خلاص أنا خرجت من الإرهاب، خرجت منه مظفرا منتصرا، انسوا عملية الإرهاب في الجزائر. ولكن هناك من يقابل يقول لك يا أخي انتصرت، ممكن العسكر ليس هناك إرهابي مثل ما كانوا ألف التسعينات، ما عادوش عندنا مجازر، ما عادوش عندنا فوبراج، ما عادوش عندنا مشاكل أخرى. ولكن يا ترى أين هي الشرعية؟ أين هي المصداقية؟ أين هو التمثيل الشعبي؟ أين هي دولة المؤسسات؟ أين هو دولة القانون مقابل هذا الإرهاب؟ أنا في رأيي الجواب على سؤالك ينقسم إلى قسمين. الانتصار على الإرهاب بمعنى استعمال الإرهاب عند الطلب وعند الحاجة الذي تعتمده السلطة القائمة، والانتصار على الإرهاب بمعنى الانتصار المجتمعي. أنا نستطيع طبعا لا أستطيع أن أجزم 100%، ولكن نستطيع أن نقول لك إلى نسبة عالية 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 جدا أن الشعب الجزائري الآن أصبح من المجتمعات الفاكسيني ضد الإرهاب. لماذا؟ وذلك بسبب التجربة المريرة التي مر بها. يعني الشعب الجزائري في التسعينيات يعني الأمور كانت غير واضحة إلا عند بعض يعني الخبراء، عند بعض الناس الفاهمين وكذا، كانوا عارفين باللي هذه الجية يعني دمار على الشعب الجزائري وكذا. وأنا أذكر يعني أنا يعني حددوا يعني خصصوا لي 3 أعداء في جريدة نشرية الأنصار اللي كانت تنشر هنا في لندن، كان يكتب فيها هذاك أبو قتادة الفلسطيني وكذا. قلنا يا جماعة انتبهوا، هذا شر مستطير. فإذا كان هو الأفكار التي يحملها هي أصلا شر، فتصور أنت لما يوجد جهاز دنيء ويستثمر في هذه الأفكار، كيف راح يكون حال هذاك المجتمع؟ فالشعب الجزائري الحالات اللي مر بها
ما يعلم بها إلا الله. هذيك بفضل الله عز وجل رب ضارة نافعة أعطت له حماية فيما بعد. الآن الشعب الجزائري لم يعد تنطلي عليه تلك الشعارات، سواء التخويف بالإرهاب الذي يستعمله النظام، ولا حالة في حالة ما وجد واحد مخه مضروب ولا متنطع ولا تكفيري، أيضا لم يعد قادر على تسويق بضاعته كما كانت. والدليل على ذلك، وأنا من حين لآخر يعني أتابع هذا الملف التجنيد هنا وهناك كذا، من بين الدراسات التي عملت أنه وجدوا في الثلاثة الأربعة الخمس سنوات الماضية أنه أكثر جنسية فيها أعداد قليلة جدا من المجندين في القاعدة وداعش والنصرة في سوريا هم الجزائريون، وأكبر عدد في العالم العربي هو تونس. وهذا يعطيك دلالة قاطعة على أن الشعب الجزائري الآن أصبح يعني مثل ما تقول مطعم، يعني التجربة المريرة اللي مر بها الرؤوس مقطوعة في الشارع أخذنا. فالآن مثل ما تقول تبين سبيله، عارف وين راه ماشي في الطريق. فبهذا المعنى نعم الشعب الجزائري انتصر. وإذا حبيت تشوف الانتصار الحقيقي تشوفه في أدبيات الحراك لما انطلق. يعني ماذا به نظام، أنا نقول لك يعني بالنسبة له يعني اليوم المونة ليلة القدر على النظام، لو كان يقدر يعود يلعب اللعبة تاع الإرهاب، ولكنه هيهات خلاص، يعني too late، الوقت قد انتهى. والشعب الجزائري شفت في أول ما خرج مستوعب كل المطبات. الملف تاع أشرت أنت في بداية حديثك أنه الإسطوانة المشروخة، التهديد الخارجي، الإرهاب، الراية الجهوية، الإسلامي وغير إسلامي، الاصطفاف الإيديولوجي. النظام عنده مجموعة من البطاقات يلعبها، طبعا على رأس هذه البطاقات اللي يلعبها هو الإرهاب. لعلك بشيء من الرصد السريع تحس أن الحراك مستوعب كل هذه الأوراق، وكأن لسان حاله يقول شوفوا لكم لعبة واحدة أخرى، لم يعد ينطلي علينا ما تحاولونه الآن. طيب دكتور عبد العالي، أعود لك من جديد. دائما في مسألة في هذه المسائل اللي في الجزائر تعتبر مهمة جدا، بل هي أركان بناء الدولة، أقصد الشفافية، الشرعية، المصداقية، اللي هي الآن الشغل الشاغل للجزائريين. هم يقولون كل شيء مزور، حتى في المسيرات نتاع الحراك يقولوا تبون مزور وجابوه العسكر. إذا عدنا قرين الوراء في التسعينات، تذكر الجنرال محمد تواتي في الجزائر يطلقون عليه لفظ المخ أو صفة المخ، يقول نحن من تسببنا فيما جرى في التسعينات، لأننا ببساطة أوقفنا المسار الانتخابي في 11 جانفي 92 لما سارت الدبابة إلى العاصمة وأوقفت المسار الانتخابي. تلك كانت الشرارة لبداية تلك الحرب الدموية بين الجزائريين. بمعنى هل فعلا ربحوا معركة الإرهاب مثل ما كنت أسأل ضيفي هنا، ربحوه بأي طريقة، طالما أن الجزائريين لحد ساعة ما زالوا في المربع الأول، مشاكل الشرعية والشعبية والشفافية والمصداقية؟ يجب ننتبه إلى بعض النقاط. أولا، عندما أوقف المسار الانتخابي ذهب خالد نزار عندما كان وزير دفاع إلى السعودية، وجاب ناس، وجاب أئمة ولخي وموجودين في حل مساجد معينة. النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما يتحدث شقيق الرئيس في المحكمة العسكرية ويقول أن بوتفليقة في إقامة جبرية، صحيح قالي، ولا تتحدث قناة واحدة عن هذه الإقامة الجبرية، وهو يقيم في مقر الرئاسة في جيرالدا، ماذا يعني؟ هناك غموض يزداد كلما تحدث طرف. ولهذا الآن هم كيف يريدون القضاء على الحراك أو الهبة الشعبية السلمية؟ القضاء على الحراك وش معناها؟ معناها خلق العنف، وأعتقد أنهم رحيل العنف، لأنه حتى الآن سيقومون بتغيير الحكومة، حكومة جديدة طبعا ما فيهاش شخص وزير العدل، وفيها أسماء معينة، ثم سيذهبون إلى نوع من محاربة أحزاب جديدة. المحاربة الأحزاب الجديدة الموجودة في الخارج وليس الآن، لأنه لاحظتم كثير يتحدثوا ضد رشاد وضد كذا. طيب هذا في الخارج مش موجود عندك في الدار نتاعك، من حقه يدير حزب ويدير 200 حزب؟ من الذي يمنعه؟ إذن هناك نوع من تشويه حتى الناس اللي في الخارج.
نتصور أنه يخيفهم أمير جزاد أكثر مما يخيفهم المغرب، أكثر مما يخيفهم أكبر إرهابي في الجزائر. يعقل يخيفهم العربي في طوط أكثر من أي شخص أخر؟ عندما ترى البث المباشر نتاعه، وانا جربت، انا عاده ما نسمعش الا بعد اليوم ولا يومين، جربت عجبني، صعب ان تحكم هذا الشخص او فلان او فلان، اسمع كثيره لا داعي لذكرها. اذا من هنا نرجع للفكره الاساسيه، اذا امن البلاد هو بثقه الشعب في الحاكم، وما دام هذا الشعب لا يثق في الحاكم، والحاكم يقدم معلومات غالطه سواء عليه كحاكم، نعم اعرف حتى الان نعرف، هل سمعت واحد من الاطباء خرج قال الرئيس راهو يكره اليسرى وراهو مريض ولا في عطب؟ لا، كيف رجل ما فيه بلاطر ونشوفوه ولا حديث عنه؟ هذا نوع من الاهانه للشعب. لو كان هذا الرئيس او غيره يتحدث يقول انا مريض بكراعي، انا مريض كذا، مش عيب. لا، بوتفليقه كان عيب، كان راح الانتخابات. عندما اذا عدنا الى دكتور صبري بوقدوم وزير الخارجيه، منذ 3 أيام 4 صرح انه الجزائر صارت اقوى بعوده تبون، وعلى سنها اقوى، لكن هناك من انتقده وقالوا له انت دبلوماسي وتقول اقوى، على اي اساس؟ الجزائر غايبه دبلوماسيا في الملف الليبي، غايبة في النيجر، فرنسا هي ملأت الأجواء هناك، كذلك بالنسبة إلى مالي، كذلك بالنسبة لدول الساحل. إذن على أي أساس بنى هذا التصريح الجزائر أقوى بعودة تبون؟ يقصد في الملفات الدبلوماسية، لكن بالنسبة للفرقاء الليبيين هم الآن يتوجهون للمغاربة، للتونسيين وليس للجزائر، حتى مراكز لقاءاتهم ليست في الجزائر بل في تونس والمغرب، وإذا راحوا للخارج راحوا لسويسرا، رغم أن الجزائر هي الأس، هي الرئيسة، هي الأساس، هي الجارة لليبيا، ولكن مع ذلك غائبة. إذن على أي أساس صبري بوقدوم يقول أن الجزائر صارت أقوى بعودة تبون؟ هؤلاء الوزراء مع الأسف الشديد لا يدركون بأن السلطة ليست في يد تبون، هي في يد الجنرالات، ويجب أن يقتنعوا. وهو عندما يتقرب، هذا كلام للتقرب من تيبوع تبون، ظنا منه أنه يمكن أن يبقي في الوزارة القادمة، هذا هو الهدف. إذا الهدف هو مصلحة شخصية وليس الدفاع. هو بعث برسالة، يفترض أنه الرسالة التي بعثها التبون يبعثها للخارج، يبعث رسالة أخرى للخارج يقول نحن حتى أثناء تبون، وأنا لاحظ غياب تبون شهرين جمدت الجزائر وكان هذا تبون جاي لهم نبيم العالم يبصر بيجي. تبون عبارة عن شخص لا وجود له، واعتقد انه حتى الان لا يشعر شخص بوجود رئيس او غير وجود او رئيس حكومة. نحن وكانه هؤلاء مجموعة مرفوضة من الشعب، ولهذا لا يستطيعون نزول الشارع. ما الذي يمنع وزير ينزل للشارع؟ ما الذي يمنع وزير شؤون دينية يروح يصلي مع المواطنين؟ هل يخافون يقتلوه؟ ما الذي يمنع وزير التضامن او فلان او فلان؟ إذا هناك شيء وهو الخوف من الشعب. الخوف هذا خلق عقدة، وهي كيف ننقل العنف إليهم، كيف نشعرهم بالخوف، كيف نخيفهم مثل ما كنا في التسعينات، ظنا منهم بأن جيلنا جيل السبعينات هو الذي يخاف. لا، الآن أطفالنا ما عادوش يفكروا حتى في الخوف من الآباء، تحرروا من كل شيء. هؤلاء لا تستطيع أن تقمعهم، لا تستطيع أن تمنعهم من التعبير، وخطأ عندما وسائل الإعلام تتحول إلى وسيلة واحدة. واسمح لي أقول لك، لا توجد جريدة واحدة بكري في السابق كان جماعة تبوع، جماعة بن عكلون، كانوا عندهم رئيس تحرير، لا داعي نذكر لكم، ممكن 4 رؤساء تحرير مروا على بن عكلون، مركز بن عكلون، لكل الصحافة، لكل الوكالات، لكل كذا. ولكن الآن لا يحتاجوا إلى رئيس تحرير عسكري، الآن كلهم أصبحوا داخلين في الصف، يستحي أن يذكر خبر يموت شخص. طيب، إذا لم توزع هذا الخبر وكالة الأنباء الجزائرية لا معنى له. أعطيك مثال، كنت في جنازة المرحوم بقطاش مرزاق، جاني شخص، خليني من دون نتكلم عن المؤسسة، يعني مؤسسة تاع الحكومة، جاني قال يا أستاذ إذا ممكن تقول كلمة، قلت له رجاء لا تذكر اسمي ولا، قال لي كيف ما عنديش حق نكتب اسمك، قلت له عندك الحق إذا رضوا عليك السلطة.
إذا لم يسبق لي وسيلة إعلامية أن تطلب من شخص أن يذكر اسمه في جريدة أو في قناة دون رضا. طيب خليك معنا دكتور بلالي، سنواصل النقاش، خليك معنا. وأنت ذكرت وسيلة، وها هي انضمت وسيلة، الأستاذة وسيلة بلطرش المتحدثة باسم تنسيقية عائلات المختطفين معنا من قسنطينة. أستاذة وسيلة، كيف ترى التنسيقية هذا المنظر، منظر خالد نزار ترسل له طائرة رئاسية ويعود بتلك الهالة، بتلك الهالة، وإطلاق سراح الجنرال توفيق وتبرئة بشير طرطاك، وكذلك بالنسبة للسعيد بوتفليقة بفعلة التآمر، رغم أن هؤلاء كانوا متهمين بتهم ثقيلة جدا. التنسيقية هي من الذين عانوا من تداعيات هذا الإرهاب في التسعينات. السلام عليكم أستاذ عثمان، شكرا على الاستضافة. الحقيقة سواء ما تعلق الأمر بعودة نزار أو بما حدث في المحاكمات مؤخرا، الأمر بالنسبة لنا في تنسيقية عائلة المختطفين كان متوقع جدا، لأن التهم التي وجهت لم تكن بتاتا ذات العلاقة بما حدث في العشرية السوداء. لم يتحدث أحد عن محاسبة المجرمين في الأرواح التي سقطت في العشرية السوداء، في قضايا الاختطاف القسري، في قضايا التهجير، يعني سجناء الصحراء، يعني معتقلي الصحراء، أو حتى سجناء التسعينات المعقاب يعود إلى اليوم في السجون. وبالتالي المحاكمة التي حدثت لم تكن سوى مجرد تصفية حسابات بين أطراف تنازعوا في نوعية المرحلة التي تأتي عقب رحيل بوتفليقة لا أكثر ولا أقل. ضيفي أستاذ وسيلة قالوا ما جرى استفزاز خطير وكبير، ليس فقط لضحايا الإرهاب، ضحايا الفترة الدموية في التسعينات، بل للشعب الجزائري كله. كيف يبرر هؤلاء ويسجن الحركيون ويغض الطرف عما جرى في التسعينات، خاصة أن هؤلاء تهمهم ثقيلة جدا، متابعين حتى في سويسرا، أنت تعرفين، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، ثم هنا أيضا في الجزائر المساس بأركان الدولة، الحط من معنويات الجيش وما إلى ذلك، ثم هؤلاء مبرؤون. يبرؤون، وفي مقابل ذلك شباب يسجن ويحاكم أحيانا في قسم الجنايات لمجرد أنه كتب تدوينة لا تروق لصناع السياسة الآن، لصناع السلطة في الوقت الحالي. الأمر مستفز فعلا، ولكن كذلك يجب أن نكون صراحة يعني مع أنفسنا، ما لازمش نعطيه الأهمية ولا تكون ردود أفعالنا على ما يصدر من السلطة. يعني علينا خاصة أبناء هذا الجيل أن نبقى مركزين على الهدف المسطر الأول. عندما خرج جموع المواطنين في 22 فبراير، أعتقد أنه كان يدرك أنه مسار التغيير ليس بالمسار البسيط، وكذلك يدرك جيدا أنه هذا التغيير الجذري لن يكون سهل إذا كان الأطراف المتورطين مباشرة فيه لازالون في شدة الحكم. وعليه أعتقد أنهم كذلك كانوا يتوقعون التشديد الأمني، ويتوقعون كذلك حالات السجن التي تحدث حاليا. وعليه علينا أن نركز بشكل آخر، يعني بشكل أدق، على كيفية تفعيل هذا الحراك وكيفية العودة إلى الميادين، وكذلك تبني استراتيجية جديدة لبلوغ هذا الهدف. ما تقوم به العصابة هو كما نقولوا تخبط، يعني هاد الناس ليس لهم خيارات، سيلجؤون إلى كل الطرق وكل الأوراق التي استعملوها. وفي الحقيقة هم دائما يكررون نفس الأدوات، لا يملكون حتى أدوات جديدة، لأنهم قدم، يعني يراهم قدم، سواء في تفكيرهم، سواء حتى في الناس اللي يعتمدوا عليهم بوضع سياستهم، ما عندهمش الجديد. ولكن أستاذة وسيلة، ألا تعتبرون ما حدث إهانة لكم ولضحايا الإرهاب، خاصة وأنتم في مسيراتكم حتى في فترة المخلوع بوتفليقة وما قبله، النساء والأمهات وأبناء هؤلاء المختطفين تقولون أن نزار جزار، هكذا ترددون في شعاراتكم، ولكن هو الآن عاد من إسبانيا بطائرة رئاسية وعاد مرفوع الرأس، حتى التهمة اللي توبع بها خلاص محيت، ولم يصر مجرما مثل ما كان يسوق في الأول أنه هارب من العدالة ومطلوب وما إلى ذلك. أليس الذي حدث إهانة لكم ولضحايا الإرهاب بصفة عامة؟
في الحقيقة لا أحب استخدام هذه الكلمة، يعني كلمة إهانة، ولكن ربما هو تسلط صحيح، لأنه هذا الواقع الموجود في المرحلة هذه. ما عاش لهن يا سي عثمان، يعني إحنا موجودون في الميدان وكنا نصدح بهذه الجملة، أي نزار جزار وتوفيق كريمينال وطرطق كريمينال وتواتي كريمينال وكل من سبقهم على أنهم مجرمون، قلناها في الساحات وقلناها وهم في عز جبروتهم وهم في عز مناصبهم، ولا نخشى قولها لأننا نعلم جيدا أنهم متورطون وبشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالاختطاف القسري. لأنه جريمة منظمة معروفة الأركان ومعروفة الطرف الذي أمر بها والذي تستر عنها والذي حاول من خلال ميثاق العار أن يخفيها كذلك. ولكن هي مرحلة، قلت لك، لأنه قضية الاختطاف القسري بشكل خاص أو قضية ضحايا العشرية السوداء في مجملهم بما فيهم ضحايا الإرهاب، حتى نكون كذلك واضحين، لأنه الضحية ضحية أيا كان مرتكب الفعل الإجرامي يبقى له حقوقه يطالب بها ولا تسقط بالتقادم. قلت إذن القضية في الحقيقة لها بعدها السياسي، لأنه ما حدث في العشرية السوداء هو انقلاب على الشرعية، إذن هو جريمة سياسية ثم تحولت إلى جريمة ضد الإنسانية بما حدث، يعني بعد ما حدث من جرائم، وكذلك قضية إنسانية. أصبح الآن من الضروري أن يتكاثف الجميع وتتضافر الجهود الجميع لكي تصبح قضية وطنية وليست قضية فقط الضحايا لوحدهم، يعني قضية الاختطاف القسري، قضية عائلة مختطفين، وقضية سجناء السياسي للسياسيين، وقضية ضحايا الإرهاب لضحايا الإرهاب. لا أبدا، هي قضايا تقع كلها تحت ظل وتحت مسؤول واحد اللي هو في الحقيقة جنرالات الدم. إذن عندما نتحدث على هذه القضايا فعلينا أن نتحدث في شقها السياسي أولا ثم شقها القانوني، ولا يمكن أن نتحدث على هذا الشق القانوني الحقوقي إلا في ظل مرحلة تضمن العدالة الانتقالية. يعني لا يمكن، ما كنا لنتوقع مثلا أنه القايد صالح كان سيسجن نزار وطرطاق وتوفيق بقضايا التي تعنينا أبدا، لأنه كذلك كان شريك في تلك المرحلة، وبالتالي ما حدث لم يكن إلا عملية استباقية، يعني استباقية وحمى نفسه، أو ربما انقلب على المجموعة هذه حماية للنظام كذلك، لأنه ما حدث اعتبره البعض، وربما هذا اللي خلى الناس تؤمن أن هناك تغيير وأن هناك جزائر جديدة، وتم التلاعب بهم وراحوا في انتخابات 2012. احنا بالنسبه لنا الامر مفصول، يعني لا يمكن ان تتحقق العداله الا في ظل مرحله انتقاليه تضمن عداله انتقاليه. خليك معنا استاذ وسيره ساعود ليك. استاذ عبد الله، الا ترى بانه بفتحنا لملف نزار من جديد لابد يذكر الارهاب، لابد ان تذكر نزار، تتكلم فتره التسعينات لازم تتكلم عن نزار، ضروري جدا. في مؤسسه الجيش هناك جهتان، جهه تنزل على نزار بالويل والثبور وعظم الامور، وجهة أخرى في مؤسسة الجيش جنرالات ولا ربما قادة كبار يقولوا لا، هذا الرجل كافح الإرهاب، هذا الرجل شخصية كبيرة في الجزائر، ولذلك لابد أن نرسل له الطائرة لنستعيده الذي كان يتابعه. خلاص صار في خبر، كان هو في عداد الأموات الآن، حتى أتباعه الآن متابعون، وفيهم منهم في السجن وفيهم من هو فار، وبالتالي الآن الغلبة لمن؟ الغلبة للقوي، ولذلك استعاد هذا الجناح قوته من جديد. هل تذهب مع هذا الطرح؟ أنا هنا في هذه المسألة أفرق بين أمرين أخي عثمان، يعني السياسية أو المحلل أو الخبير أو الإعلامي أو وسيلة إعلامية أو جريدة أو كذا، يعني مش غلط، يعني مش خطأ أنك تقرأ المشهد، يعني تقرأ المشهد تغوص فيه تعمل قراءة ليه، علاش هذا طلقوه، علاش هذا ورجعوه، وعلاش كذا، بهذا المعنى لا بأس. لكن هناك منطلق آخر وهو منطلق الفعل، منطلق المبادرة. أنا لا أكون سعيدا إذا رأيت أن الحراك بدأ يفقد الفعل والمبادرة وبدأ ينشغل بهذه المعركة التي لا تعني إلا أصحاب إعادة التموقع في داخل السلطة. لماذا؟ يعني دعنا نتخيل أي جواب، لأنه في النهاية تبش تقول الجواب على هذا السؤال هو هذا الجواب. هذا لا، إما أن تكون أنت نفسك راك مع الجهاز هذاك في القصة
وإنما تنقل خبرا يعني يقينا وإحنا لسنا في هذا، أو أن تكون محل تسريب وهذا موجود. يعني ربما هذا الأطراف لما يتصارعوا مع بعضهم يعني يرمي حاجة وما يتحملش مسؤوليتها ويخلي واحد آخر غيره يفوتها في الفيسبوك، الناس من باب الفضول يشوفوها منش عارف كذا. هذا شيء. الحراك المتوقع فيه أن يكون مبادرا مثل ما انطلق. الحراك هو اللي استلم زمام المبادرة في 22 فبراير وصار التخبط عند الطرف الثاني، يعني الطرف الثاني السلطة عهدة خامسة منش عارف نسجن بوتفليقة هذو متأمرين منش عارف، يعني دخلوا في واحد الجخليط مع بعضهم وما خرجوش منه حتى الآن. هذا فقط دليل على استمرار التخبط على مستوى داخل السلطة من شدة الضربة الصدمة اللي أحدثها الحراك. فلذلك أنا مع هذا الرأي، لست أدري إذا استطعت أن بسط لك يعني رأيي وللمشاهد الكريم، هو أنه لا بأس أن ندرس أو أن يعني أن نغوص أو نحاول أن نفهم هذا المشهد المتناقض. يا ترى خالد نزار مش كان مجرم؟ طيب كيف عاود رجعته؟ كيف يجي بالطيارة نتاع الخاصة؟ كيف هذا كان مرتكب الخيانة العظمى في العدالة وبعدين براءة 20 سنة وبعدين براءة ويعود يرجع؟ مش لقيت صالح قلت كان الآخر. أنا مع فكرة أنها كمشهد فيه تناقضات للإعلامي أو للسياسي لا بس أن يقرأه، ولكن في معترك الفعل في زاوية الفعل في مربع الفعل ينبغي ألا ينشغل الحراك فقط بصرف طاقته في فهم، لأنها كلها تخمينات تحليلات تفسيرات قد تصيب وقد تخطئ، ولا ربما تابعها الناس من باب الفضول، والله شفت وعد راه قال لهم فلان ممكن بعد 3 أيام يطير. طيب وطار ولا ما طارش؟ ما الذي يعنيه في طريق دولة القانون؟ ما الذي يعنيه في طريق دولة الشرعية، معركة الحراك في إرساء نظام سياسي كذا؟ وما قلنا لكم الجنرال زيد بن عبيد المفروض ممكن يطير بعد يومين وفعلا يطير. What's new؟ إيش الجديد؟ فلا بأس، أما قلت إذا أقبل بها من باب القراءة من باب محاولة فهم المشهد، ولكن لا ينبغي ولا يجوز للحراك أن هذه المعركة مش انتاعي، هذه معركتكم أنتم، ديتوا راكم في 92 وأنتم في تناقضات، ومن 62 حتى مش من 92 يجي هذا الفريق يقضي على هذا الفريق ويطلع خاين، عود يجي فريق تميل الكفة الفريق واحد آخر يعود ينتصر ويرجع الاعتبار لهذاك القديم واللي كان في السلطة يحوله هو الخائن وكذا. معركة لا ناقة للشعب فيها ولا جمل. جاء الحراك وقال لك اسمع ادعوا لي الله يرحم والديكم، ادعوا لي هذا الرنكة نتاعكم، خالد نزار جاء، خالد نزار راه الاخر توفيق تلقوه تلفيق وعود، تبون فاس تبون مفاس تبون راه مريض ما راهش مريض مانيش عارف كذا، ما يعنينيش. الحراك قال لك هذا لا يعنيني. انا قلت لكم انا الاقتصاد نتاعي وين راح؟ الثروة نتاعي وين راحت؟ حقوق سياسية نتاعي وين راحت؟ حريتي في الانتخاب وين راحت؟ أنا جاوبوني على هذه الأسئلة. نهار اللي تجاوبوني على هذه الأسئلة الجوهرية التي تشكل مستقبل الجزائر عندها نهدر معكم. أما ما دمت أنا جاي تشغلني الوزا حنون طلقوها، الوزا حنون عودوا رجعوها، طيب. أراهم بدأوا الحوار، لا راهم عامدوا وقفوا الحوار. هذه معركة تعنيكم أنتم في داخلكم في تناقضاتكم. طيب دكتور عبد العالي رأيك يهمنا، هل فعلا تعتبر ما أثير الآن في النقاش فخاخا لتلهية المواطنين، تلهية الحراك حتى لينشغل بمثل هذه الأمور؟ من هو هذا الجهاز الفائز الآن الذي حضوره لافت اليوم في المشهد السياسي؟ يا ترى ما الذي جرى للنزار؟ بالأمس كان متابعا بحكم لينفذ 20 سنة سجن نافذا، إذا به الآن يمشي مرفوع الرأس وعاد بطائرة رئاسية خاصة. هل هذا يهم الحراكيين أم أنه لابد لهم من خارطة طريق بعيدة عما يجري؟ أريد أن أوضح نقطة. من يشكك في الحراك فهو خاطئ. الحراك ستفاجئون بأشياء غير متوقعة في الأشهر القادمة، ستفاجئون بأشياء غير متوقعة، وأنا زرت عدة ولايات وشفت الناس. نقطة ثانية، من يقول بأن عودة نزار
في طائرة رئيس ليست إهانة للشعب والدولة الجزائرية مخطئة، هذه إهانة لنا جميعا سواء كنا حراكا أو غير حراك. لماذا؟ لأن الرئاسة هذه ليست ملك باباه، الطائرة هذه رئاسية ليست ملك باباه، يأتي في أي طيارة أخرى. بالنسبة للعدالة هذه الأحكام التي بدأت في البداية ثم الاستئناف أكدها والشهود كلهم، هؤلاء كان في كلام منصور وزير الدفاع خالد نزار حرض من برا واصدر تعطيه هذا وكلامه معترف بأنه طلب منه السعيد، ثم اليمين زوار رسالته واضحة، كل الشهادات التي قدمت هذه إهانة للسلطة، هؤلاء الذين تحددهم كانوا في الرئاسة، واليوم بعض المستشارين تاع الرئاسة الآن يحاكمون في بيت منظاريس. إذا نحن في مشكلة كبيرة، مشكلة إهانة الدولة، إهانة رمز من رموز الدولة، لأن الطائرة هذه رمز من رموز الدولة وليس ملك فلان أو كذا. لهذا الإهانة نحن كلنا نشعر بالإهانة، ومن لا يشعر بالإهانة لا أعتقد أنه يحس بأن يكون. هل من تأثير لما جرى على الحراك دكتور عبد العالي؟ هل الحراك تأثر بمثل ما كنا نتحدث عنه؟ لا، الحراك شعر بالإهانة. أيوة. شعرين بالإهانة، ولكن كيف نزيل هذه الإهانة؟ لا يمكن نسكت عليها. نعم. لكن الحراك سيزيل التغيير، سيؤدي إلى تغيير جوهري، ولكن هذه الإهانة يجب محاربتها إعلاميا، كشفها للرأي العام. لا نسكت نقول لا تعنيني هذه الرئاسة، المنصب الرئيس يعني الجزائر، دولة الجزائر مش دولة فلان ولا فلان. ولهذا نستطيع أن نقول بدون حرج هذه إهانة لكل مواطن يحترم نفسه ويعتقد بأن هذه بلده. تمام، واضح جدا يا دكتور عبد العالي، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد العالي الرزاقي الأستاذ الجامعي سابقا والكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أستاذ وسيلة أعود لك من جديد كناشطة حركية أيضا، كيف ترين هل فعلا على الحركيين عدم الاهتمام بما يحدث في المشهد السياسي والتمسك بهذه الأهداف المرفوعة والمنشودة منذ فبراير العام الماضي، أم أنه لابد الانتباه أيضا، لابد من قراءة مثل ما ذكر هنا الأستاذ في الاستوديو، أنه لابد من قراءة صحيحة لما يجري في المشهد حتى تكون الانطلاقة صحيحة، فإذا أنت انطلقت من مقدمة خاطئة بالضرورة ستنتهي إلى نتيجة خاطئة. ألم يتأثر الحركيون لما يجدون أبناء لهم من الحراك يسجنون بسبب منشور نشروه في فيسبوك، 3 سنوات سجن مثلا، أو التضييق على نقابيين أو حقوقيين آخرين في الوقت الذي يفسح باب السجن ليخرج منه هؤلاء اللي كانت تتابعهم تهم ثقيلة جدا؟ صحيح أنه شباب الحراك من المؤكد أنهم يتأثروا عندما يسجن إخوة لهم في الحراك، يعني يتأثروا إنسانيا ويتضامنوا كذلك ويشعروا مرات بالتقصير لأنهم ما قدروش يتضامنوا بالشكل الكافي لإعادة هذه الإخوة إلى الميادين. لكن الحقيقة هذه ضريبة اللي كذلك يجب أن نستوعبها، احنا الآن رانا في معركة تغيير ومعركة تغيير جذري اللي راح يقيس هاد الناس اللي رانا نقولوا بلي جا في طائرة والآخر راه في بيته ويخطط إلى غير ذلك، تسعى إلى إسقاطهم، وبالتالي راح يكون عندهم ردود أفعال، ومن ضمن هاد ردود الأفعال المرحلية والأولية هي التضييق هذا الأمني على الشباب للتخويف، وكذلك التضييق اللي قاعد يحدث في هذه اليومين الأخيرين خاصة إلى العنصر النسوي، لأنهم هما يتأهبوا وعارفين أنه الحراك راجع، وبالتالي يهمهم بشكل كبير أنه إذا رجع الحراك يكون منقوص من العائلات، ويكون منقوص بشكل أخص من العنصر النسوي لأنه يعتبر عنصر فاعل داخل هذا الحراك وصمام أمان كذلك. بالتالي صحيح أنه الشباب تأثروا، ولكن كذلك عليهم أن يستوعبوا أن التغيير ما هوش جولة كل أسبوع تقوم بها، أو أنه التغيير مجرد شعارات تقولها أو مجرد منشورات تقوم بها. التغيير الجذري يتطلب منك أنك تكون مستعد نفسيا لكل الاحتمالات، بما في ذلك ما حدث هي عودة جناح
ولو انه في الحقيقه الحراك كان مستوعب من الاول، يعني مثل الشعارات كنا نسمعوا انهم يقولوا ما تبدلوناش السوجي مثلا، او لا تهمنا عداله تصفيه الحسابات ولكن نسعى الى اقامه دوله العدل والقانون. عندما تسمع شعارات ما تخوفوناش بالعشريه، احنا رباتنا الميزريه، وبالتالي كان سباق في فهم اللعبه، وربما اكثر الناس اللي تعرضت للصدمه ولا اللي تشعر انها اهينت هي الناس التي اعتقدت انه هناك امكانيه للتغيير من داخل النظام، وانه المسار الانتخابي هو مسار سينقذ الجزائر، ليكتشفوا بعدها يعني مباشره انه الناس اللي حاربوهم بالانتخابات هما نفسهم اللي عادوا، وعادوا يذلونهم باختيار التواريخ، يعني حتى تواريخ عودتهم وتواريخ ظهورهم الاعلامي هي يعني اهانه كبيره لمن اختار هذا المسار. اعتقد انه هما عليهم المراجعه الان، ويفهموا انه انقاذ الدوله الجزائريه لا يمكن ان يكون الا بوحده كل الشعب الجزائري في صف واحد، والمجرمين والعصابه في الصف الثاني، وان لا يكون هناك اي وسيله حوار، يعني تفاوض، من غير المطلب الحقيقي اللي جا به الحراك، وهو التغيير الجذري لاختطاف روح الشاب بعباره عبقريه جدا ترحلوا كاع، يعني فعلا لانه هاد الناس هما اللي تسببوا في كل ازمات البلاد. هذا الرجل يعني لما نتحدثوا على اليوم تتحدث على شنقريحه وهو يمجد ويحيي العمليه اللي حدثت، نتساءلوا احنا جهاز هذا الجهاز العسكري بكل قوته بكل جبروته بكل ادواته ما قدرش يعرف وين راحت 1000 دولار مثلا، ما قدرش يعرف كيفاش كانت مؤسسات وهميه تدخل البلاد تستنزف خيراتها. هذا كذلك يعتبر خيانه عظمى لثقه الشعب، لمال الشعب، لخيرات الشعب هذوك كلها التي نهبت، ولا واحد عنده معلومه، لكنه يتلذذ بمتابعه شاب فيسبوك يكتب جمله او يكتب عباره. يعني هنا نفهم انه الخيانة العظمى ليست فقط انه يتلاقاو جماعة، ولكن الخيانة العظمى عندما لا تمتلك عندك مقدرات كبيرة ولكنها تضيع، انه تخرج ملايير من مطارات كنت ما على بالكش، وتقول اني عندي اكبر جهاز استخبارات دولي، وانت عاجز على ان تترصد هذه المعلومة، مش قادر تتبع مافيا الرمال ومافيا السكر والزيت ومافيا الاسمنت والحديد، وين هي استخباراتك الا اذا كنت تجندها فقط في متابعة مواطن جزائري بسيط كل حلمه تمام. أن يعيش في جزائر مزدهرة، جزائر كما تمناها وكما دفع دما لها شهداءنا الأبرار. شكرا، شكرا جزيلا لك سيدة وسيلة بلطرش الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم تنسيقية عائلات المختطفين، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك من الجزائر دوما. هذه المرة نسعد بانضمام نور الدين أبابسة، عضو تنسيقية متقاعدي ومعطوبي الجيش. نور الدين، كيف تلقيت هذه الوقفة، وقفة شنقريحة في الجبل وهو يتحدث عن الإرهاب ويحذر الجزائريين من أخطاره، خاصة وأن الآلاف من أبناء التنسيقية اللي أنت عضو فيها يقولون خلاص احنا خرجنا من هذه الحرب الدموية على الإرهاب في التسعينات، ولكن أكثر نضجا وأكثر وعيا، كثير منكم يقولوا أنه احنا استعملونا في محاربة الإرهاب ولكن الآن تخلوا عنا، نحن نتظاهر نحتج من أجل استرجاع حقوقنا الاجتماعية والنقابية والمنح التي لابد أن يعطوها لنا، ولكن للأسف تخلوا عنا. فكيف أنت كانت قراءتك للحديث مرة أخرى عن الإرهاب؟ نعم أخي، أتمنى تحية لك وتحية لكل طاقم المغاربية، بل الأوراس بهذه الحي أوراس تيلي، نحيي بالمناسبة قناة الأوراس تيلي. شكرا. ونعتذر، ممكن وقعت منها أخطاء السابق، نحن القناة هذه يعني السابق هي الوحيدة اللي وقفت مع متقاعدي الجيش ونقل المعاناة تاعهم بكل دقة، يعني نشكر القناة هذه، ممكن احنا اخطأنا في حق القناة، وانا شخصيا نعتذر من القناة ونحيي قناة الأوراس. شكرا شكرا. قضية شنقريحة مرة مهما كان احنا نستحسنوا الفكرة، لكن الأحسن لو كنا مع رئيس الأركان يلتفت إلى متقاعدي ومحفوظي الجيش. كان من الأفضل يلتفت ليهم، القضية هذه اللي عندها سنوات والناس في النظام، واحنا الان عندنا اكثر من 300 متابعه قضائيه، وعندنا اكثر من 20 مناظر عندهم متابعين في كلمه، منهم 6 راهم في السجن. يعني كان من الاحسن يلتفت لهذا تحرر البلاد بالامس، كانت تكون احسن. احنا الان متقاعد الجيش، ونتكلم باسم التنسيقيه، يعني بس نجيب نوضح اكثر لك عثمان. ايه تفضل. مصلحه الشؤون الاجتماعيه، رئيس مصلحه الشؤون الاجتماعيه بوزاره الدفاع، اللي كان غلط رئيس الاركان السابق وحاليا قاعد يغلط، ولو ارتبط في رئيس الاركان واستعمل منظمه ما تسمى منظمه متقاعدي الجيش
هذا الهيكل غير شرعي، واللي رئيسها وعد رئيس الاركان باللي راح يشد الخيارات تاع متقاعدي الجيش، الخيارات تاع متقاعدي الجيش ما يشدش. احنا التنسيقيه هذه كقوه ونبقاو مواصلين، احنا 11 شهر عندنا اكثر من 20 منظمه راح يتحكموا في محكمه الجامعه. بمعنى انتم ضحايا ايضا نوردين، حتى يفهم على المشاهد انتم ايضا ضحايا هذا النظام. نعم ضحايا بالفعل، نزيد نضحك الازمان في طريق الجامعه. ايوا طريق الجامعه كانت وقفه سلميه لا اكثر لا اقل. ايوا وقع ما وقع، هو الشرطه استعملت غازات مسيله دموع، وانت كنت تتابع يعني الحمد لله راك متابع ونشكركم. بعد نهايه الوقفه راحوا اعتقلوا ناس ما شاف، نزيد نضحك ما همش منافين اخرى. دوك انا متقاعد غدوه توقع وقفه في قسنطينه، هنا نروح في قسنطينه مانيش رايح للوقفه هذه ولا حاجه. هما كي فضت الوقفه هذه راحوا اعتقلوا جماعه ما همش منافين نهائيا، وراحوا لقوا لهم التحريض على التجمهر، اعتداء على اعوان القوه العموميه، تحطيم ملك الغير، وقدموهم قدام قاضي التحقيق، وتم ايداع بعض السجن وبعض الاطلاق سراحهم، والنهار 11 يتحاكموا. وكان عندنا ثلاث افراد من معمار بير من عيسى ابو زهاره وعزومي نامين، هذا نشوف ما سمعتهم غطيه قضائيه ما والو. بعد مده استدعاهم قاضي التحقيق ورفقوا لهم التهمه هذه. يعني احنا نتاسفوا الجيل رئيس الاركان اذا كان حب صح مش صح يلقى في الفئه هذه كانت في عده العشريه السوداء، العشريه السوداء كامله بكل صراحه مرت على متقاعدين وما عطوا بالجيش الحاليين اللي راهم متقاعدين يلتفت فيهم. ونزيد نوضح لك الاخ عثمان، انا مش من العاده باش نمدح السلطه ولا حاجه، متقاعد الجيش يعني الساعه اللي نتكلم عنها كان متقاعد الجيش في جيش رغم وجود تعليمه، وجود تعليمه من وزاره الداخليه باش الفئه هذه عندها حق السكن، كان في الصف غير الحرس البلدي الان صبحت حتى المتقاعد الجيش، الان هم معتصمين في ولايه جيجه، والي ولايه جيجه ما حدش يطبق التعليم، انا جامي نمدح السلطه، اللي ولات يعطيهم الصحه كما والي سوق العرس، والي خنجره، والي الصيف اللي راهم في القمه وراهم يطبقوا في التعليم تاع وزاره الداخليه، خاصه والي ولايه سوق العرس، انا نمدح الشرطه. طيب نور الدين، حتى معليش تذكر بالمطالب الاجتماعيه والنقابيه وما ترونه حقوق لكم، لكن بالعوده لهذا التصريح عن الارهاب واخطار الارهاب والجزائر مستهدفه وبتذكيرهم فتره التسعينات، ماذا يعني كل هذا لكم انتم؟ خاصه انه الان انتم تشوفوا بلي حقوقكم ضاعت شهور بل سنوات وانتم تطالبون بها، ما تحسش بلي انه انتم نوعا ما ندمتم على هذه المشاركه؟ صحيح انه كلنا نحب وطننا ونريد ان نكون اوفياء له، لكن ماذا تحس مش هناك شيء من الغبن انه حقوقكم ضاعت، لم يعترفوا بكم، معامله قاسيه من قبل القوات الخاصه، من قبل الامن الدرك مثل ما حدث المره اللي فاتت قريب من العاصمه؟ نعم شوف احنا دافعنا عن البلاد ونقول لك عزمات ما زلنا ندافعوا عليها، ماهيش كيما المسؤولين، احنا لدينا حب الوطن صح، هما ما عندهمش المكراريه تاع المسؤولين تاع الجزائريين، ونزيد نوضح ما عندهمش حب الوطن. وقضية الجزائر الجديدة هذه أنا ما نمشي بها، أنا أعترف بنفسي أنا انتخبت وندبت على الانتخاب لأني انتخبت من أجل الجزائر الجديدة، لكن للأسف الجزائر الجديدة هذه اللي نشوف يهان فيها المواطن يهان فيها المتقاعد العسكري، ما نرضاش بالشيء هذا. أنا سميت أنا أعطيك واحد مثال وأنا كتبته في فيسبوك وراهم يتبعوك، أنا قلت الجزائر الجديدة شعار فقط، الجزائر الجديدة من جلد ثعبان إلى جلد الإفعى، وأنت تعرف بين الفرق بين الثعبان والافعى، هذه لا اكثر لا اقل. قضيه الجزائر احنا ابناء جزائر وطنيين، احنا الجزائر ما تخلاوش عليها، لكن عندنا حقوق مشروعه ما سكتوش عليها، هذه لا اكثر ولا اقل يا رحمن. هذاك هو، شكرا لك نور الدين عبابسة، عضو تنسيقيه متقاعدي ومعطوبي الجيش. استاذ عبد الله اعود لك قبل ما نروح لضيفنا ينتظر فينا، فيما يخص ضحايا الارهاب هذوم، ضحايا الارهاب سنوات وهم يتشبثون على اساس انه هؤلاء لابد لهم من حقوق، يطلقون وعود وراء وعود، حملات انتخابيه، وزير يقول وزير كان يقول، كذلك الجنرالات. الان الاخ يقول انه مش ناسونا وانما تناسونا، فرق بين النسيان والتناسي. وان كان مانيش عارف، لست ادري، يعني لو كان لي من الامر شيء لقدمت الراي الاتي. الرأي الآتي أخي عثمان والمشاهد الكريم يقول، يعني أنت لما يكون فيه مظلمة خاصة ومظلمة عامة، إذا حليت الإشكال أنت على المظلمة العامة تلقائيا أصحاب المظلمة الخاصة يستفيدون.
إذا انطلقت فقط من حل المشكل المظلمة الخاصة، قد يستفيد أصحاب المظلمة الخاصة ولكن المظلمة العامة تبقى. أنا يعني هذه الشرائح اللي من حين لآخر، يعني رغم أنها يعني مطالب مشروعة، يعني الإنسان يرفع صوته، نغبن في القائمة تاع السكنة، ولا نغبن في الكفالة، ولا نغبن في الخلصة نتاعه، ولا في العلاج نتاعه. الأصل في المواطن أنه يرفع صوته ضد الظلم، ولكن نقول حتى يكون أكثر تأثيرا هذه الطبقة هذه نتاع المعطوبين، ما يصطلح على تسميتهم بمتقاعدي الجيش أو معطوبي الجيش كأنهم فصيلين، نقول انضموا إلى الحراك، انضموا إلى، ضموا صواتكم إلى مطالبه في إرساء دولة الحق والعدل والقانون. لأنك أنت إذا جبت دولة الحق والعدل والقانون، إذا جبت الدولة نتاع دولة الشفافية، دولة الشرعية، هاو تلقائيا مطالبك راه يتحقق. لكن إذا كان غدوة قيادة الأركان والله قال لك وزعوا لنا رسالنا، هذه أصحاب كل يوم خارجين لي في ولاية ولا مانيش عارف كذا، يلا ديروا لجنة، واش راكم باغيين؟ والله من 2011 ما وصلتناش الخلصة، ديروا له الحساب، شعال هذا 10 ملايين 100 مليون أعطوها له، هل نحل مشكل الجزائر؟ فأنت كونك يعني هذه الشريحة ولا غيرها من الذين يطالبون بأمور إدارية رغم إقرارنا بمشروعيتها، ولكن نقول لو انتصر الحراك، انضموا أصواتكم إلى الحراك، فإذا انتصر الحراك أصلا انتصرت كرامتكم، انتصرت العدالة، انتصرت الحرية، انتصر القانون، انتصر الحق، وبالتالي تبقى مسألة وقت سوف تأخذ حقك سواء طال الوقت أو قصر. فهذه يعني ربما يعني ألزم بها نفسي، يعني كوجهة نظر لو كان لي من الأمر لكانت مقاربتي هي هذه، هي يعني انضموا إلى الحراك، نعم. حطوا يديكم في يد الحراك، في يد الطلبة، في يد عموم الشعب يوم الجمعة إن شاء الله لما يرجع الحراك وهو عائد لا محالة، لأن مطالبكم راهي مدمجة في مطالب الحراك، ما تخافش. يعني دولة القانون راح يدخل فيها الحجرة اللي تعرضتوا لها، الإقصاء اللي تعرضتوا ليه، حقوقكم المالية السكنية راهي موجودة في مطالب الحراك. نعم، وهو كذلك نرحب بانضمام مراد تشيكو الناشط السياسي والحقوقي معنا. مراد، كيف رأيت هذه الخرجة، خرجة رئيس الأركان سعيد شنقريحة وهو يتحدث عن الإرهاب من جديد؟ ضيوفي والجزائريون، هناك من كتب في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في مواقع إلكترونية أجنبية عن أنه هذا ملهات الحديث عن الإرهاب من جديد، وخلاص تجاوزنا هذه المرحلة، لماذا لا نعود؟ هناك رأي ثاني يقول لا، الجزائر مستهدفة، هناك أخطار تهددها ولابد من الاحتياط لذلك. السلام عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. عليكم السلام. هذه الخرجة يعني نتاع شنقريحة، احنا كنا تحدثنا والمختصين تحدثوا وكل الشعب الجزائري عارفين أنه الطريقة الأمنية هذه طريقة غير مجدية، الطريقة الأمنية هذه اللي راه يتبنى فيها سواء شنقريحة أو اللي رامي دعموا فيه هي طريقة غير مجدية، ما لا تنفع لا في الجزائر ولا خارج الجزائر. الأمم الآن بماذا تبنى؟ تبنى بالشرعية، بالمؤسسات الشرعية. الآن هما راهم في صراع ما بيناتهم والأمر راه واضح، عودة نزار وخروج توفيق كذلك يعطينا عدة رسائل على أنه هناك أمر يدبر ضد هذا الشعب، على أنه المجموعة أو شنقريحة ومن حواليه ما عندهمش الحلول في يديهم، على أنه تبون الآن أصبح في زاوية بعيد عن التأثير في الساحة، والآن عبارة عن ممثل لمؤسسة عسكرية ما عندهش الحلول، ما يقدرش هو يمد حلول أو يعني يدخل، ما يقدرش هو إلا بإعاز، هذا شيء ما معروف. إذن هذه أنا أؤيد تماما اللي راهم يقولوا أنها ملهات من جانب، وأضيف على ذلك أنه تخويف للشعب الجزائري، رغم أنه ما حاولوا في العديد من المرات أنهم يخوفوا الشعب وهم عارفينه باللي ما يخافش، ولكن شنقريحة راه سرالو كما هذاك الغريق اللي يشد في القشة، يعني ما عندوش حل آخر إلا أنه يعاود يرجع للأيام التخويف ومحاولة
يعني بث الرعب في الشباب الجزائري. هذا شيء واضح للعيان. لا نستطيع أن يعني تكون عندنا مثل ما يقولوا يعني استابيليتي، معناتها تكون الأمور مؤمنة وتكون الأمور هادية ويكون اقتصاد ويكون إلا بمؤسسات شرعية. الآن الكثير من الخبراء أراهم يقولوا أنه بناء المؤسسات الشرعية والعودة إلى الشعب وإعطاء السلطة للشعب وهو من يرسي هذه المؤسسات وعودة الجيش إلى الثكنات في حالة ما إذا كان هناك أي مشكل، الشعب هو اللي كان رايح يلتف حول المؤسسات نتاعو. ولكن اليوم رانا نشوفوا أنه شنقريحة راه يعطينا في واحد الرسالة على أنه الجزائر هي المؤسسة العسكرية وتغييب كل الشعب وباقي المؤسسات. يعني كل ما تكون حاجة ولا تتحرك المؤسسة العسكرية. أولا الحس المدني أين هو إذا فعلا هناك إرهاب؟ لأنه حكاية الإرهاب وحكاية اللي سلم روحه كل خطرة يجيبوا لنا حكاية وصورة حتى بصباط جديد وقندورة جديدة، ها واحد سلم نفسه، ها واحد لقينا عليه القبض إلى غير ذلك. فالشعب الجزائري كذلك يتذكر على أنه قضية الإرهاب والإرهاب برمته يعني هو صنعوه دخل. طيب مراد، يا مراد، هل ستنطلي على الحراك ما اصطلح عليه حيل من قبل النظام لإلهاء الحراكين وإبعادهم عن أهدافهم وتركيزهم عليها؟ هل الحراك يقع في هذا الفخ، يعود يتكلم على الإرهاب، يقول لا أنا ما نخرج في مسيرات، ما لازمش الحراك يستمر، صحيح أنه فيه كورونا ولكن أيضا ما لازمش نغامره، لأنه مثل ما تقول السلطة اليوم الجزائر مستهدفة، الجبهة الاجتماعية لازم نقويها أولا، لابد نعطيه الأولوية للأخطار المحدقة بنا، الحدود رها ملتهبة، الأيدي الاستخباراتية تترصدنا. هل يمكن أن الحراك يقع في هذا الفخ ولا لا؟ أنا أقول بالعكس تماما. يعني الحراك الآن أصبح واعي وما يقدروش يلهيوه بهذه الأمور، لا السيولة ولا قطع الماء ولا غياب تبون ولا أبدا. الحراك واعي، الحراك فكرة وشباب اللي الآن مواقع التواصل الاجتماعي راهي كمدرسة تكوين تكون يعني فيها هذا الشباب، وهو راه يشوف عكس وش ما يطرح أو ما تقصد يعني ما تقصده المؤسسة العسكرية، على أنه الحراك لابد أن يتحرك ويتحرك بقوة وبسلمية لإنقاذ الجزائر. الآن إذا في تهديدات الحراك متأكد أنه ليست المؤسسة العسكرية هي من سوف يعني باستطاعتها أو بقدرتها لوحدها من دون الشعب الجزائري تستطيع أن تحمي البلاد. إذا كان فيه خطر داهم من الحدود ليست المؤسسة العسكرية وحدها، إذا كان فيه خطر اقتصاد أو ضياع الدولة أو سقوط الدولة، فالشعب هو أول واحد معني بحماية هذه المؤسسة. الحراك الآن راه يشوف في نفسه هو المسؤول على حماية الدولة الجزائرية، والمؤسسة العسكرية هي أداة من أدوات الحراك وليس بالعكس. لابد أن يفهم المؤسسة، أن تفهم هذا الشيء، أن الحراك والشعب الجزائري اليوم قد وعى وفهم أنه المؤسسة العسكرية هي أداة من أدوات الشعب، أداة من أدوات الحراك الجزائري، وعلى الحراك أن يتصرف في هذه المؤسسة وأن يتصرف في كل المؤسسات. طبعا يتصرف ليس بفوضى، بل يتصرف بطريقة حضارية، بمؤسسات منتخبة، بمؤسسة يعني ببرلمان شرعي منتخب. هذا هو المغزى والمعنى. ولهذا الحراك الآن راه يقول وراه يعني بسخرية يضحك على هذه الخرجات هذو اللي راهم يديروا فيهم ويضحك عليهم ويقول أنه احنا راجعين يعني لا محال. كذلك أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا. طيب باختصار يا مراد. نعم، قالها ضيفكم الآن، هو المطالب الفئوية أو المطالب الاجتماعية. هذه المطالب إذا اليوم مثل ما قال ضيفكم، أنا ننادي لك أنت كم واش عندك هذا خذ واسكت، غدا سوف نعود ندور عليك، لأنه ما راكش في دولة قانون، ما راكش في دولة اللي تعطيك حقك وتحميك. بالعكس، الدولة اليوم إذا كان قاتلك هاك عرف باللي راه يتهيأ فيك باش تاكلك.
إذا كان اليوم كلات لك طرف غدوة تأكل كامل. رانا اليوم في حكم عصابة، العصابة اليوم تريد أن تلهيك أو تشتريك، أو العصابة اليوم راهي تشوف الشعب هذا عامل عندها خدام عندها، العصابة راهي تشوف في الدولة الجزائرية ملك لها رزق نتاعها، ما عندها يعني ما رايش عاملة قيمة أو لهذا الشعب، هي يعني نظرها هكذا. لكن هذا الشعب والحراك حتى الآن الكثير ممن كانوا يجروا وراء الوهم وراء انتخاب تبون وعندنا رئيس وخلوه يخدم إلى غير ذلك، اليوم فهموا أنه ما فيش رئيس وما فيش انتخابات، وأنه فيه مجموعة العصابة، وأثبتت هذا بعد خروج التوفيق والبراءة لبقية. شكرا، شكرا جزيلا لك يا مراد، ستكون إن شاء الله معنا في باقي في الأيام القليلة المقبلة بوقت أوفر وأوسع سمحنا. شكرا جزيلا لك مراد تشيكو الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا من جنيف عبر سكايب. نختم سيد عبد الله، هل أنت متفائل بمستقبل زاهر للجزائر في غضون ما تراه من هذه الأحداث؟ أكيد يعني أكيد يعني إحنا كنا نتكلم مع بعض الإخوة قبل فترة هكذا وقلنا لهم يعني فضل الله ثم يعني هذا الحراك علينا، والله يا أخي لا يمكن أن يشترى بالمال من الأسواق. يعني فيه دولة فيها شعب بهذا النضج وبهذا الوعي وبهذه الديناميكية وبهذا الحركية وبهذا الإصرار في تحقيق مطالبه، كيف لا تكون متفائلا؟ يعني عكس الذين يقولون رجعنا للمربع الأول، لا هذا على مستوى السلطة، مخاوف على مستوى السلطة وضعت جهودنا نعم أنا قلت لك أنه فرقوا بين مربعين، مربع السلطة تكرار المكرر ويعني ترديد الأسطوانة المشروخة الجديدة، ومرة الإرهاب مرة الخارج مرة المخاطر مرة اللحمة منش هذا المصطلحات نتاع الأخر. أما على مستوى الشعب فأنا يعني نعم يعني لابونا نراهن على الشعب متفائل بعد الله إلى أبعد الحدود. لكني هنا ربما يعني أخذ من وقتك دقيقة يعني أقصاها ممكن دقيقة ونص، أقول يعني وهي عبارة عن يعني الرسالة أوجهها لنفسي وللمستمعين، يعني لو افترضنا أن من هذا 44 مليون مواطن جزائري، ربما العدد الدقيق لست أدري يقل أو يزيد، لو افترضنا فيه 10 ولا 20 تعرضوا لغسيل مخ من الانترنت ولا من يش عارف وكذا، وفعلا إرهابيين ما همش صناعة مخابرات ولا هما يعني، عليهم أن يعلموا أن رفع السلاح في وجه المسلمين لا يجوز، ومن مات منهم إذا فيه ما زال عنده فيروس دخله في راسه ولا مش عارف لسبب أو لآخر، حمل السلاح في مجتمع مسلمين يرفع الأذان مثل المجتمع الجزائري فموتك حرام، موتك حرام، وهذا لا يعتبر جهاد. هذا إذا سلمنا أن ممكن 1 ولا 2 ولا 10 ولا كذا حتى نغلق الباب هذا نهائيا. ويبقى لنا الطرف الثاني اللي هو قضية اللعب ببطاقة الإرهاب. أيها العسكر، حتى لو افترضنا أنكم تحاربون الإرهاب، الإرهاب محاربة الإرهاب مستويات، آخر مستوى هو الجهاد هو الوسيلة الأمنية، خلوا الشعب يعمل دولة الحق ودولة القانون، خلوا الشعب يأخذ حريته، عند ذلك راح يأكد لكم الشعب ويطمئنكم، راح ترقدوا ما فيش حتى إرهاب. لأنه أنت الإرهابي هذا إما واحد تسمم مخه، لما يكون عندك إعلام حي وتجيب النقاشات في البلاطوات حية، ولما يكون عندك عائلة مستقرة ومدرسة مستقرة وحقوق مؤمنة وكذا، أصلا قبل ما توصل للكازيرنا الشعب أصلا على مسببات الإرهاب يقضي عليها الشعب، أصلا تقضي عليها العدالة، يقضي عليها التعليم، تقضي عليها الجامعة، يقضي عليها الإعلام الحر، يقضي عليها المسجد لما ما يكونش أدي رسالة الترويج للانتخابات، يكون أدي رسالة الله فعلا، رسالة الدين ورسالة الإسلام. وبالتالي حتى لو سلمنا رقم باغين تمروا لنا حيلة الحرب على الإرهاب، نقول لكم أنتم تتكلموا على الإرهاب في جزئيته الأمنية، قبله الشعب هو كفيل بإنهاء الإرهاب بحقوقه بحرياته بمؤسساته التي سوف يرسيها. ولذلك أرجوكم
وفروا على أنفسكم، وفروا على الجزائر هذه الأسطوانة المشروخة. لا يوجد إرهاب في الجزائر، لا يوجد إرهاب في الجزائر، لا يوجد إرهاب في الجزائر، والشعب يعرف هذا. بلى يوجد إرهاب، لكنه إرهاب الاستبداد والفساد والحقرة والتهميش. الإدارة أكبر إرهاب، البوست أوفيس أكبر إرهاب، اللي هو البي تي تي مراكز البريد. عندما يجي عجوز عمره 70-80 سنة، هذيك الخنصة هو اللي راه عايش يستناها في آخر الشهر بفارغ الصبر باش يروح شوية سميد ولا يشري شوية حليب، يروح ويجي لابوست، رايح جاي في البردي والحر وكذا. في إرهاب أكبر من هذا؟ في إرهاب أكبر من هذا؟ الإرهاب هو اللي تعملوا الإدارة اللي درتوها أنتم، وأنتم مصدر الإرهاب الحقيقي. شكرا لك سيد عبد الله. سيد عبد الله نس المحلل السياسي، وشكرنا طبعا موصول لباقي ضيوفنا الكرام، دكتور عبد العالي رزاقي الكاتب والمحلل السياسي، والسادة وسيلة بلطرش الحقوقية والمتحدثة باسم تنسيقية عائلة المختطفين، نور الدين عبابسة عضو تنسيقية متقاعدي ومعطوبي الجيش، دون ما ننسى الأستاذ مراد تشيكو الناشط السياسي والحقوقي. شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.